السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. اليوم يا سابع بمادة العلوم راح نحل معكم أسئلة الوحدة. افتح لي كتابك يا سابع صفحة 135 و136. اليوم راح نحل جزء منها وبكرة إن شاء الله نكمل البقية. بصفحة 135 بكتابك يا سابع بحكي لك السؤال الأول. أكتب المفهوم المناسب لكل جملة من الجمل الآتية. الفرع الأول: المجتمعات الحيوية والعوامل غير الحية الموجودة في البيئة المائية. شو بنسميها هاي؟ نظام بيئي مائي. 2: مسار المادة الذي يظهر تغيراتها وعودتها إلى الشكل الذي كانت عليه. دورة المادة. 3: النظام البيئي المائي الذي تلتقي فيه المياه العذبة لنهر مع المياه المالحة لبحر أو محيط، وتعيش في مجموعة متنوعة من الكائنات الحية. شو بنسميها يا سابع؟ مصب. 4: وحدة اليابسة الغارقة في المياه العذبة في أوقات معينة من العام أو تحتوي تربتها على رطوبة عالية. شو بنسميها هاي الأراضي؟ الأراضي الرطبة. آخر فرع الخامس بالسؤال الأول: النظام البيئي الذي يتبادل المادة والطاقة مع غيره. شو بنسميه؟ نظام بيئي مفتوح. ننتقل للسؤال الثاني يا سابع، بحكي لك اختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. المنطقة البيئية التي تحتوي على أكبر تنوع الكائنات الحية شو هي؟ ممتاز. باء: الغابات الاستوائية. 2: إحدى المناطق الآتية تحتوي على أقل تنوع للكائنات الحية، مين فيها أقل تنوع؟ ممتاز. دال: هي الصحاري. 3: المنطقة البيئية الآتية تعادل أكبر مساحة اللي هي التيجا يا سابع، تحت دائرة على باء. 4: إحدى المناطق الآتية تسقط فيها أكبر كمية من الأمطار هي الغابات الاستوائية، بتحط دائرة على باء. أما الفرع الخامس والأخير: نسبة الملوحة في مياه المحيطات تقريبا 3% اللي هو فرع دال يا سابع. صفحة 136 3: المهارات العلمية. الفرع الأول منها بحكي لك: أفسر اختلاف السباحة في البحر الميت عن السباحة في البراء. هلا معروف البحر الميت مياهه مالحة يا سابع، فبساعدك على إنك تطفو فيه بسهولة لأنه مياهه مالحة. تقارن بين المصبات والأنهار والبحار من حيث نسبة الأملاح في كل منها. الأنهار تقريبا يا سابع 1%، البحار 3.5%، المصب 3%. الفرع الثالث: ما التكيفات التي يحتاج إليها كائن حي كي يعيش في أعماق المحيط بالمنطقة المظلمة؟ أنه يتكيف يامس للحصول على الغذاء من بقايا الكائنات الحية المتساقطة، يعني بقايا الطحالب، بقايا النباتات المائية، بقايا الكائنات اللي بتعيش عنا في المنطقة المضاءة من البحر أو المحيط. الفرع الرابع بيحكي لك: أصف طبيعة كل من الأراضي الرطبة والمصبات. الأراضي الرطبة هي عبارة عن جزء من اليابسة يغرق في المياه العذبة، جزء من اليابسة يغرق في المياه العذبة. أما المصب عندنا يا سابع هو عبارة عن التقاء مياه عذبة مع مياه مالحة. واضح الفرق؟ إذا الأراضي الرطبة هي جزء من اليابسة يغرق في المياه العذبة، ظل عندنا رطبة. أما المصب هو عبارة عن التقاء مياه عذبة مع مياه مالحة، بتكون منطقة مائية. الفرع الخامس: أقارن بين الغابات الاستوائية والمعتدلة باستخدام المخطط الآتي. هلا الغابات الاستوائية معروفة أول شيء يا رابع سابع أن درجة حرارتها مرتفعة، معدل الأمطار فيها 200 مليمتر سنوياً، تنمو فيها أشجار ضخمة عالية لأن فيها أمطار كبيرة، كمية أمطار فيها كبيرة، فبتنمو عندنا أشجار ضخمة بتغطي على بقية النباتات، فبتنمو عندنا نباتات جداً صغيرة. أما في الغابات المعتدلة بتكون معتدلة الحرارة، معدل الأمطار فيها تقريباً 1500 مليمتر سنوياً، تتنوع فيها الأشجار والحيوانات. يعني الشبه الوحيد بين الغابات الاستوائية والغابات المعتدلة أنها تتنوع فيها الحيوانات، تتنوع فيها الحيوانات. السؤال السادس: وضح العلاقة بين كمية الطاقة ومستويات هرم الطاقة كلما اتجهنا إلى أعلى.
إذا بتلاحظ عندك يا مصر سورة الهرم الموجودة عندك بالكتاب صفحة 128، كل ما اتجهنا إلى أعلى بتقل أعداد الكائنات الحية وتقل الطاقة. كلما اتجهنا إلى أعلى لاحظ تقل أعداد الكائنات الحية وتقل الطاقة. السؤال السابع، أعدد العوامل غير الحية التي تؤثر في الأنظمة البيئية المائية. من العوامل الغير حية التي تؤثر في الأنظمة البيئية المائية اللي هي ضوء الشمس، درجة الحرارة، أكسجين، أملاح ذائبة. الفرع الثامن، أبين رأيي في الجملة الآتية، السدود مصدر رئيس لتكاثر الطحالب الضارة بالبيئة مداعما إجابتي بحجج علمية. هلا يا مزة، بتعرف السدود تقريبا زي المنطقة المضاءة في المحيط، فهي بتنمو فيها الطحالب لأنه بتصلها أشعة الشمس بكميات مناسبة، بالتالي يا مس رح تستهلك هي عندي كمية الأكسجين بشكل كبير المذاب عندي في تلك المياه، عشان هيك ممكن نحكي أنه هاي الطحالب ضارة. واضحة يا سابع؟ إذا لأنه هاي الطحالب رح تنمو عنه كميات كبيرة في السدود وتستهلك كميات كبيرة من الأكسجين. طيب إحنا هيك سابع خلصنا أول جزء من الأسئلة، المرة القادمة ظل عندنا صفحة 137 منحلها مع بعض، انقل الإجابات على الكتاب والمرة القادمة يكملهم. يعطيكم العافية.